الدخولي بنرحب بيك على بوابة الهلال ونبارك لك النهاردة على انضمام حزب مستقبل الوطن مع حركة كلنا معاك من أجل مصر. ولكن السؤال، ما الذي سيعود على المواطن المصري من هذا الاندماج؟ ده مش هيعود على المواطن المصري بشكل مباشر بقدر ما بشكل تدريجي. اولا بان انت بتحمي الدولة المصرية من وجود اي فراغ سياسي، بتبني حياة حزبية سليمة واحزاب قوية. احنا بنحاول نكون جزء من مشروع اعادة بناء الحياة الحزبية المصرية، وان احنا نقدم نموذج جيد لحزب قوي يملك قواعد في الارض ويملك ايضا اذرع سياسية واعلامية قادرة ان تقدم مشروع حزبي له صلة بالشارع بشكل مباشر. وبالتالي النهاردة الانعكاس على المواطن البسيط هو أن هذا الحزب يحمل أمال وأوجاعه ومشاكله ويقدمها إلى المؤسسات المختلفة، سواء كان البرلمان عن طريق النواب اللي بينتموا لهذا الحزب أو إلى المؤسسات المختلفة. فده مشروع للوطن إحنا بنقدمه النهاردة وبنسعى من خلاله إلى وجود استقرار سياسي وحزبي في مصر. في ظل هذه الاندماجات الكبرى التي نشهدها الآن، هل من الممكن أن لا نرى أحزاب صغيرة الفترة المقبلة؟ أتمنى أنه يعني نقدر ندمج، عندنا أكثر من 100 حزب سياسي، هذا رقم كبير. نحتاج إلى دمج هذه الأحزاب في عدد قليل من الأحزاب الكبيرة ذات التوجهات السياسية المتعددة، عشان ده هيضمن لمصر حياة سياسية وحزبية سليمة. أخيرا، قائمة العفو الرئاسي الخامسة أخبارها؟ يعني إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك هنسعى في بداية العمل على قائمة جديدة، ونسعى من خلالها في استمرار يعني القدرة على خروج مزيد من الشباب الذين لم يرتكبوا عنف ولم ينتموا لتنظيمات إرهابية. تعد المواطن بإيه الفترة اللي جاية من خلال هذا الاندماج الكبير؟ يعني بنعد المواطن على أن نكون صوته، وأن نسعى دائما إلى يعني مواجهة أوجاعه ومواجهة معاناته، والقدرة من خلال هذا الحزب على بناء سياسات اقتصادية قادرة على مواجهة كل المشكلات التي تواجه المواطن البسيط.